بسم الله الرحمن الرحيم، وبنا نستعين. أعزائي متابعي موقع صدى البلد في كل مكان من خلال البث المباشر هنا في قرية منيا الحيط التابعة لمركز إطسا. هذه القرية المتدينة المعروفة بناسها ورجالها وشبابها الذين ينتمون إلى كافة المدارس، منهم وكلاء نيابة وضباط شرطة وقضاء ومستشارين ومحامين وتجار ومثقفين وأساتذة جامعة. هذه القرية التي أطلق عليها واتهم خلالها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أحد المواطنين الفقراء أو الغلابة بأنه قام بعمل سحر للنادي الأهلي عن طريق كابتن سيد عبد الحفيظ، مما أدى إلى هزيمة نادي الزمالك. بنلتقي هنا مع أهالي وقيادات القرية، نتعرف بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. رجب ميلاد منية الحيط مدير المدرسة. أستاذ رجب، هتقول لنا إيه على الاتهامات اللي وجهت لأحد أبناء قرية منية الحيط رجب بحر؟ الحقيقة هو مش القصة وما فيها اني سمعنا امبارح انه فيه حد ارسل معالي المستشار مرتضى منصور بعت له صورة الحاج رجب بلدياتنا منية الحيط مركز قصة محافظة الفيوم. بعت له صورة وقال ان الراجل ده بيعمل اسحار، ده اللي خلى نادي الزمالك في الفترة الأخيرة في إصابات وفيه هزائم وأدى إلى عدم استقرار في نادي الزمالك. الكلام ده ليس له أساس من الصحة بالمرة. الرجل ده جارنا والرجل ده معرفتنا وبلدياتنا ونعرفه كويس جدا، ملوش في الكلام ده خالص بأمانة. الرجل ده شغال بنا ومتدين وملتزم جدا ورجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. الرجل ده كمان من عائلة محترمة في منية الحيط وملوش في الكلام ده خالص. الاتهامات دي يعني حتى برضو احنا كناس مثقفين وتعلمين مفروض ان انا بتأكد وبتحرى كويس جدا عن أي خبر يجيني قبل ما أتهم الناس جزافا وبالباطل. مفيش حاجة اسمها سحر، مفيش حاجة اسمها دجل بيتم في الكورة. يعني أستاذ رجب، دي صورة أحد المواطنين بعتها لي، ده اللي احنا عرفناه. ده اللي احنا عرفناه بالظبط، ده اللي احنا عرفناه امبارح ان في حد بعت له صورة وبيقول له ان الراجل ده على علاقة بكابتن سيد عبد الحفيظ وان الراجل ده بيشتغل في اعمال السحر وبيعمل اسحار والكلام ده كله. الصوره دي مين بعت لسه لحد وقت ما نعرفش بامانه، يعني ما نعرفش مين بعت الصوره دي لمعالي المستشار ولا بعتها ازاي ولا باي طريقه ما نعرفش. لكن وايه الهدف منها كمان انه يبعت صوره زي كده ويتهم الراجل ده؟ برضو ما عندناش اي معلومه تؤكد الكلام ده بالظبط. يعني معلوماتك عن عم رجب بحه، معلوماتك عنه ايه؟ راجل متواضع جدا وراجل عادي جدا وراجل بسيط وراجل ما فيش اي يعني ما فيش صحه من الكلام اللي اتقال عليه ده خالص. يعني راجل احنا نعرفه كويس جدا وراجل معانا وراجل بيصلي بينا امام في المسجد وراجل عامل بنا بسيط على قد حاله وعنده أولاده وعنده زوجته وعنده أسرته وعنده عائلته. والموضوع ده إذا كان هيضر أسرة الحاج رجب وعائلة الحاج رجب، لا ده بيضر قرية منية الحيط بأكملها. أولا عشان نقول إنه فيه علاقة ما بينه أو تواصل حتى بأي طريقة ما بينه وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ، لا مفيش خالص. وإحنا حتى كلنا كناس مثقفين ورياضيين مفيش اي علاقه بالكابتن سيد. انا كنت مدير اداري في نادي منية الحيط الرياضي وكان بيلعب في الممتاز به. مفيش في يوم من الايام تواصلنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. عندنا اكتر من 7 انديه او 8 انديه في منية في مركز اطسا بيلعبوا في الدوري بدرجاته المختلفه، مفيش اي تواصل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. يبقى ازاي راجل بسيط زي كده وراجل عادي زي كده هيتواصل مع الكابتن سيد؟
وباي وسيله يعني ازاي يعني ما يعرفش اصلا هو حتى هو مش رياضي يعني هو الراجل بالنسبه لمجال الرياضه والله في وقت فاضي موجود وبيتفرج على ماتش في التلفزيون بتاع مفيش وعنده شغله بيمنعه لا بلاها كوره وبلاها ان انا اتفرج وبروح يشوف شغله ويشوف لقمه عيشه ده الحاج رجب وده وضع الحاج رجب وانا بس بناشد المسؤولين عن القصه دي والمسؤولين عن التصرف ده في انه ده موضوع لازم يكون ليه علاج لازم يتعالج باي شكل من الاشكال لازم يتعالج لان الموضوع ده احدث في منية الحيط كقريه من قرى مصر احدث فتنه واحدث بلبله واساءه لكل افراد منية الحيط ازاي ان انا اتهم واحد الاتهام ده من غير دليل ومن غير اثبات واضح الكلام ده مش كلام انا لوحدي ده كلام ابناء منية الحيط كلهم وقرية منية الحيط تعد من اكبر قرى على مستوى الجمهورية تعداد سكان يعني فيها الفئات المختلفة فيها المثقفين وفيها العمال وفيها الحرفيين والكل النهاردة بيدور على بعاداتنا وتقاليدنا القديمة بيدور على الـ 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 الكرامة والأصل اللي احنا عايشين به مفيش حد النهاردة ممكن يبيع نفسه بالطريقة دي وممكن يوصل لحد الأمر ده أمر سحر وأمر دجل وإيه وفي مجال الكورة أنا إيه علاقتي بالكورة ده لو الاتهام ده موجه لواحد من أبناء منية الحيط له في الرياضة كنا ممكن يبقى في شك انه لكن ده راجل بسيط جدا ولا له في اي حاجه خالص قسما بالله لا في الرياضه ولا في حتى في المناقشه ما يعرفش يتكلم في الكوره ما يعرفش يتكلم في لو قلت له سعادتك مين الاهلي اللي بيلعب في الاهلي ما يعرفش مين رئيس الاهلي ما يعرفش راجل عايش بالفطره تماما مالوش اي دخل بالقصه اللي حصلت دي من مكاننا من منية الحيط واحنا جيران الحاج رجب وموجودين هنا جنب بيته دلوقتي واحنا بنتكلم وبنوصل صوتنا للمسؤولين لمعالجه هذا الامر شكرا شكرا نلتقي مع احد اقارب العم رجب بحة اللي يوضح لنا حقيقه ما حدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم معاك علاء علي شعت انت عارف ان المسجل عندك قريب ده زوجته وبنت عمي بنت عمك ايوه وانا هقول لك قصه حياه رجب بحة يعني هو اولا رجب راجل بسيط جدا وبنا وشغال على دراعه كل الكلام اللي حصل للاخ رجب بحة ده طبعا الكلام ده كله غلط وما حصلش الكلام ده لا هو بتاع سحر ولا هو ده هو مش طايق ياكل اصلا يعني بيته وظروفه زي الزفت اما يجي طبعا تعرفش معاه كام عيل ولا عنده بتاع اربع عيال اربع اولاد فهو بيعاني من حاله يعني حال الله يساعده يعني ظروفه زي الزفت دي حاجه الحاجه الثانيه شخصيته هو شخصيه راجل طيب جدا الاستاذ رجب راجل طيب جدا الحاج رجب راجل طيب جدا وبيصلي الفجر وحافظ قران انت فاهم كلامي وبيعاني بحياه الله يساعده يعني عشان يطلع حاجه زي كده على الحاج رجب الكلام ده طبعا غير حقيقي وهو مش ساحر وهو لو ساحر طب ما ينفع نفسه ما يفيد نفسه هو في كلام في اي كلام وخلاص يعني حد مغرض عمل الصوره دي مفيش كلام ده خالص ده حد مغرض ودى صوره احنا عندنا هنا في منية الحيط اهلاويه وزملكاويه متعصبين وهو زيه زي اي حد اهلاوي فبيتكلم على الاهلي انت فاهم كلامي فبيحب الاهلي ما عندوش بيشجع الاهلي وبيحب الاهلي انما هو لا يعرف سيد عبد الحفيظ يعني ولا له علاقه بسيد عبد الحفيظ انت خدها كده كمزاحه او ما خدش لا 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 ما خدش لا 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 ما خدش لا الصوره بتاعت ازاي ما نعرفش احنا فوقنا زي الناس ما فاجت يعني احنا قمنا الصبح لينا الكلام ده حصل ولينا الصحافه جايه ولينا الناس جايه تتكلم على الموضوع ده انما هو رجب فعلا ما حصلش منه الكلام ده وانا كده انا هخليك تصور حضرتك بيته وتتعامل مع اولاده وتتعامل مع اهل بيته راجل طيب جدا وبيصلي وعلى فكره في معلومه اقولها لك حافظ قران كمان
يعني تلاقي في صلاه الفجر بيصلي معانا. المفاجاه بقى ان كل اللي عمل الحاجات دي عملها ليه. وبعدين نيجي نتكلم على ماتش الاهلي والزمالك، هو 4-1، هو رجب يعني رجب بح هو اللي خلى الزمالك اتغلب 4-1. طبعا الكلام ده ما حصلش، انت فاهم كلام. وفي اخطاء، انا بس هناشد مسؤولين الزمالك ومش اي كلام. فالنهارده فرجاني ساسي، فالنهارده بن شرقي، فالنهارده اللعيبه الكبار اللي مرتضى منصور يعني استغنى عنهم، فالفرقه الكبيره اللي كانت بتقوم الاهلي امبارح، اول امبارح الاهلي كان بيلعب من طرف واحد، كان بيلعب ماتش، كان بيلعب عم رجب لسه مسؤول عن الهزيمه. هزيمه ايه؟ لا علاقه بالسحر ولا باي. يا استاذ انت بتكلم واحد لعيب كوره وانا عضو مجلس اداره سابقا، في سحر، في سحر يخلي يعني حسين الشحات يخش في وسط سردباك ويجيب جونين، في سحر يعمل الكلام ده، في سحر يخلي علي معلول يجيب جون من بره، في سحر يعمل الكلام ده يا استاذ نبيل. فالكلام ده طبعا ما حصلش وغير حقيقي، واي كلام في اي كلام. وللاسف انا يعني انا بطلب الناس ان تجيب حق الحاج رجب، تجيب حقه وتجيب حقه وتجيب حقه، لان الراجل ده فعلا يعني الظلم والناس ظلموه، والكلام اللي بيحصل له ده الراجل ما اكلش من امبارح وما نامش من امبارح، فده حرام طبعا، اهانه للراجل واولاد الراجل. شكرا. طبعا شكرا ليك. نلتقي مع احد ابناء القريه ايضا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسر عبد العظيم من قريه منى الحيط. تمام، من رياض طبعا، ده مجالنا كوره اصلا. تمام، ويعتبر ثلاث ارباع اصحابي اصلا زملكاويه، يعتبر احنا قريه واحده، فيها النسب، كل النسب مع بعضينا، وكلنا اهل وكلنا كذا، حتى والله ما في حته التعصب دي خالص اصلا هنا معانا. يعني احنا لو حضرتك الكافيه اللي احنا قاعدين عليه نصهم زملكاويه ونصهم اهلاويه، واحنا النسب، واحنا بلد اسره واحده اصلا. بالنسبه لعم رجب، والله العظيم من اطيب الشخصيات اللي موجوده في قريه منى الحيط. يعني عم رجب ده راجل بسيط وراجل طيب وراجل الدنيا كلها حباه. القريه كلها ما نمتش من امبارح بالليل، يعني حضرتك ما نمتش، الناس كلها سهرانه من امبارح بالليل ما نمتش. بنأذي الراجل ده وبنشد، يعني الراجل ده في معنوياته راجل نفسيا متحطم نفسيا. يعني عم رجب نفسيا من امبارح متحطم، لان الراجل ده له علاقه بسحر، الراجل طيب، يعني راجل امي وحفظ القران على يد شيخ وبيصلي بالناس. تمام، لو جيت حضرتك بالصدفه او جميع القنوات جابوا بالصدفه، هيلقى الراجل ده بيجلس قدام المسجد، بيمسح في المسجد، بيصلي بالناس، بيقيم بالناس. يعني والله العظيم نشهد الله ان الراجل ده من اطيب وانظف الشخصيات. راجل لو شفت، لو حضرتك بص سطل رجله مركب شرايح ومسامير، حضرتك مركب شرايح ومسامير وشغال ب 150 جنيه، وراجل عدى ال 50 سنه. راجل ما بيقدرش حتى يشتغل. طب النهارده احنا قريه، لما مثلا الراجل ده مثلا يتهموه بالسحر، حضرتك اتهموا بالسحر ازاي وعنده بنات متجوزه وعنده بنت مخطوبه؟ عنده بنات متزوجه، عنده بنات متزوجه طبعا، وده يحصل، يعني يحصل مشاكل في الموضوع ده. متعلمين طبعا. تمام، طب ما ده يحصل مشاكل ازاي؟ ازاي الراجل ده بتاع سحر وازاي كذا؟ والراجل ده اصلا حاجه يعني والله من اطيب الشخصيات. طب حضرتك كابتن تقول ايه اللي حصل ده، سببه ايه او ايه اللي وراه؟ اللي وراها الله اعلم. ما اللي وراها انتوا حضرتك اللي وصلوا الفيديو ده ويبحث عن اللي عامل الموضوع ده. ان عم راجل ملوش اي علاقه، حد بيهرج، حد بيضحك، مفيش الكلام ده خالص حضرتك. 43 دوري، حضرتك مفيش الكلام ده. ان عم والله بنقول الست المشهور طبعا اسره عم رجب هياخدوا اجراء طبعا ضد التشهير ده. الله اعلم، هم دلوقتي ما اتكلموش في حاجه، لان الجماعه نفسيا اصلا محطمين. يعني تبص لزوجته، تبص لوالده، تبص لبيته، وده الراجل حتى انت حضرتك هتروح هتصور بيته، الراجل قاعد في ربع ايراد، يعني بيت بسيط جدا. ولاده الاثنين شغالين في مصر ب 150 جنيه 300 جنيه هو اللي بيصرف عليه، لان بعد ما ركب شريح ومسامير حضرتك ما فيش اصلا دخل له خالص تاني. راجل بيقوم من النوم على المسجد، بيجي من المسجد على البيت، بس بيشجع كرة. قلت له طب قول له مين اللي بيلعب مركز 8، مين اللي بيلعب حارس مرمى؟ مش هيعرف. انا بقول لك والله ما هيعرف مين اللي بيلعب حارس مرمى في الاهلي، هو بيشجع الاهلي بالفطره زي الناس اللي بيشجع بس. حتى ما بسأله واقول له يا عم رجب، انا قريب منه جدا، بقول له يا عم رجب انت دلوقتي شفت الماتش؟ قال لي والله كنت بصلي، يعني شاف الماتش كله، شاف بتاع 10 دقايق ربع ساعه من الماتش. ما كملوش، ما مش هيسيب الصلاه عشان الماتش. هو الراجل ده حياته. انت اسال اي حد في المنيا، المنيا كلها اقسم بالله الراجل ده
المنيا الوحيده كقريه اكبر قرى على مستوى الجمهوريه اللي تجمع على الحاج رجب من الطيبه والفطره بتاعته. راجل بنلاقي المسجد على طول. شكرا لك يا كابتن. برضه بنلتقي مع احد ابناء قريه منيا الحيطه ونتعرف بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جمعه السيد مداوي، انا سائق عربيه. انا اعرف رجب ده كويس، ورجب ده راجل محترم. انا اعرف من كام سنه واسمع عنه كتير، وبعدين يعني شغلانتي سائق عربيه اعرف الناس كلها. ده راجل يعني ازاي يبقى راجل بيصلي وراجل بتاع ربنا مثلا وهيعمل حاجه زي كده؟ وبعدين هو لو هو له في السحر ولو في الكلام ده، طب ما يسعد نفسه هو، طب ما يعمل لنفسه. لو هو قادر يعمل حاجه طب ما يسعد لنفسه مثلا، يسعد لنفسه يجيب فلوس مثلا بالسحر كده مثلا يعني. لكن الكلام ده طبعا كلام يعني الله اعلم، حاجه كيديه كده، واحد مثلا متغاظ منه، واحد كده طبعا. الراجل ده محترم، وازاي يبقى راجل بيصلي ويعرف ربنا ويمشي مثلا ورا كلام زي ده؟ وبعدين حتى يعني وقته نفسه او عيشته ما تسمحش ان هو يعني يعمل حاجه زي كده مثلا. هو مش فاضي اصلا للكلام ده مثلا وكده. ده راجل مثلا يعتبر على باب الله مثلا، راجل يعني متدين وبيصلي ويعرف ربنا، طب ازاي يعمل حاجه زي كده؟ طبعا الموضوع ده يعني برضه الله يعينه، برضه مزعله جدا ومزعل عياله ومزعل جماعته، والله يعني الله يسمح له بقى، والله الله يسامحه اللي هو عمل كده. يعني هو عمل كده ليه طيب؟ الراجل ده ملوش في اي حاجه، والراجل ده يعني احنا نعرفه من زمان والناس تعرفه من زمان، وراجل بتاع ربنا، وراجل مالوش في اي حاجه من الكلام ده كله خالص. ويعني حتى والكره معروفه من زمان، يعني ما يعني ما فيش اول مره احنا نسمع عن الاسحار وان الكره يعني ساحر، وما دي رياضه، والرياضه معروفه ان غالب مغلوب، والحظ برضو فيها يعني فيها نوع من الحظ برضو، يعني فيها حرفنه وكل حاجه، بس برضو بيبقى فيها نوع من الحظ، الحظ بيلعب دور كبير طبعا وكده. فيعني ما يعني الله يسامح بقى اللي هو يعني عمل كده فيه، وهو الله يصبره ويعينه يعني. شكرا لك. ما زلنا اعزائي متابعي موقع صدى البلد في كل مكان بنتابع اراء ابناء قريه منيا الحيط بمركز إدسا في هذا الموضوع وهذه القضيه التي شغلت المحافظ فيهم بالكامل. هنتعرف بيه احمد عثمان. والله الحقيقه والامر يسيء اساءه جامده للحاج رجب، والحاج رجب ده احنا نعرفه يعني يعتبر الراجل اللي متربين في وسطينا. والصراحه اللي عايز اوصل للمعالي المستشار مرتضى منصور هو ابو سيد عبد الحفيظ، الكابتن سيد عبد الحفيظ. بالنسبه لسيد عبد الحفيظ، المسافه اللي تقل من القريه بتاعتنا للكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني عايز اقول لك زي من القريه الفيوم مثلا، الكره الفيوم، المسافه اللي بينه وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني ما فيش تعتبر حد مغرق او بالظبط. فالراجل انت حضرتك تروح البيت عنده واشوف حالته تصعب، يعني الراجل على الله يعتبر ما فيش خالص لا حول ولا قوه بالنسبه لحياته، يعني حتى على الوضع العام ده البلد كلها الصراحه. فالهنه دي انا احنا يعني بنتمنى لرب سبحانه وتعالى الموضوع ده ان الراجل ده يثبت ان هو فعلا مش بتاع السير دي خالص، ملوش في الكلام ده نهائي. راجل امام مسجد، وراجل عام بسيط جدا خالص فوق ما تتخيل، مش في الخيال. وزي ما حضرتك استاذ رجب قال واخواتك قالوا نفسه بالظبط، ما فيش اي سير من السير يقول على ده الصراحه، يعني بيساعد كل الموضوع. هو حاليا ضغط على اعصابه ومتوتر، ما فيش خالص، تعبان، لا بينام ولا بياكل ولا بيشرب، كارثه بالنسبه له. البلد ده كلها تقول لك احنا مش الكلام ده مش بندافع عنه، ولا اللي احنا مثلا بنتكلم رياء. كل اللي تسال اي حد هنقول رجب بحة معروف، رجب بحة راجل ضعيف جدا. مش عايز اقول لك في حاجات ما ينفعش اتكلم عليها بحضرتك دلوقتي، الناس بتقبل معايا عشان ظروفه الماديه ما تسمعش نهائي. الكلام ده مش وكذا، عايز اقول لك السيارة دي بحضرتك هتروح البيت والصور بنفسك ويعني مفيش السيارة دي خلاص. الراجل يعني الكلام ده حقيقي يعني من الشريعة، وربنا شهيد قسم بالله، قسم بالله اتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى. الراجل ده مالوش في السيارة سح ولا سياده المعالي مرتضى من الشغل، مفيش السيارة دي خالص اطلاقا. وزي ما حضرتك استاذ رجب قال لك، واستاذ علاء واستاذ عمار، خلي بالك ابو احمد علاء ده عضو مجلس النادي، كابتن رجب ميلاد، كابتن عمار نادي مركز شباب منيا الحيط، لو في تواصل زي ما استاذ رجب قال لك، كان تواصل مع الكابتن سيد. وبعدين كان فاد احنا وفاد مركز شباب منيا الحيط يعني. احنا انا عايز اقول احنا متاسفين لعم رجب يعني الصراحه. حضرتك نتعرف حضرتك. الاسم شعبان عبد العظيم.
انا اسمي شعبان عبد العظيم. من ابن منة الحيط. ماشي. والاخ رجب ده اخ لينا. واللي احنا سمعناه ده والله يبقونا بيه ان هو يقول الكلام ده. هو ملوش في الكلام ده اصلا. كان صدمة للقرية. يعني صدمة للقرية ان هو يسمع حاجة على رجل ده صراحة يعني. لان الرجل ده من الجامع للبيت من البيت للشغل. ما عندوش اي فراغ ان هو يقعد او يسهر في حاجه زي كده. وراجل كبير في السن ان هو عنده اولاد بيجري عليهم وعنده اخ متزوج وعنده بنت متزوجه وعنده بنات برضه واولاده شغالين. ما فيش فضل ان هو يقعد يتفرج على كوره حتى. لان هو البلد كلها اصلا زعلانه على الموضوع اللي هو حصل ده. لان الموضوع ده كبير ان هو واحد زي ده يقولوا عليه كده ان راجل غلبان زي ده ما حلتوش حاجة. ماشي. رجل بيشتغل على دراعه. يعني هو بيطلع يشتغل بيجيب له 150 جنيه ولا 200 جنيه. احنا بنقول الحقيقة ما بندفعش عنه في اي حاجة. لان هو رجل اخ مش رجل يعني. ماشي. والكلام ده اصلا كلام يعني كبير ان هو يقول سحر ومش سحر. الرجل ده مش بتاع السحر ولا بتاع الكلام ده. ولو هو بتاع سحر كان عمل لنفسه كتير. ماشي. وطبعا الاخ رجب يعني اتكلم اللي فيه كفايه على الاخ رجب. ورجب يعني راجل صراحه يعني راجل محترم وراجل ما حدش شاف منه حاجه وحشه. وفي قمه الاحترام اسكن هو ولا اسرته ولا بيته في حالهم. ما بيحبوش اي حاجه من الحاجات دي. هو لو كان يحب حاجه من الحاجات دي كان قابل الناس وكان اتكلم وكان عمل وكان سوى وما فيش اي حاجه. بس فده كل الموضوع يعني. وكده يعني البلد بردك مش هتسيبه. البلد كلها معاه. لان هو راجل معروف ان هو ما عملش حاجه زي كده. لو راجل وحش مش هنقف معاه. وشكرا والسلام عليكم. حضرتك بعد اذن حضرتك يعني لو هنتكلم ككوره النادي الاهلي غني على التعريف. لسه احنا النادي بتاع بطولات ونادي بتاع قار ونادي تاريخ اللي بيقولوا كده وانجازات اللي بتقول كده. النادي الاهلي طول عمره يفضل بطل ونادي قار وده غني على التعريف. النادي الاهلي مش لا محتاج سحر ولا محتاج الكلام اللي انت بتشوفه. النادي الاهلي نادي معروف عبر عن جد. انا عندي حاجه طلع النادي الاهلي كده يعني حقيقه منظومه ممتازه منظومه ناجحه. لابد ما ينفعش يصير الكلام ده طبعا. نادي الزمالك كان بيشغل حد كان بيقول سحر ولا مش سحر. وبعدين في حاجه مهمه جدا انا عايز اتكلم فيها. النهارده ولاده اللي متجوزين واسرته والكلام اللي اتشهر برجب بحه ده الموقف يعني. والراجل دلوقتي قاعد واسرته اتبهدلت بسبب الكلام ده. واولاده اللي متجوزين واولاده اللي جايين زعلانين بسبب الموضوع ده والشهر براجل طيب انه راجل ساحر. الكلام ده ينفع؟ هل الكلام ده ينفع؟ احنا كبلد مش هينفع الكلام ده. كبلد منة الحيط ما ينفعش الكلام ده. لان في اولاد وفي راجل وفي بيت والبيت ده هيتشرد بسبب كلام على راجل طيب. هي كورة وصلتنا لكده؟ هي كورة وصلتنا لكده؟ هل الكلام ده يعقل؟ الكورة دي وصلتنا لكده؟ راجل طيب زي ده الناس تتهمه؟ طب ما في مؤسسة رياضية. شوف شغلك، شوف شغلك صح. مالكش دخل بباحة، مالكش دخل بالناس. الأهلي بيشتغل في صمت. الأهلي عمره ما جاب سيرة حد. الأهلي بيتكلم في صمت، بيشتغل في صمت. الأهلي فرقة ناجحة. أنت فاهم كلامي؟ إحنا ناس بنراعي ربنا. الحاج رجب راجل إمام مسجد. أنا عايز دلوقتي بناشد الناس زوجته وبيته وولاده موقفهم إيه في الموضوع ده. عايزين موقف ولاده دلوقتي وأسرته اللي هتتدمر بسبب راجل طيب. أنا دلوقتي هوديكم البيت وهخليك تصور بيته وتصور ولاده. ولاده جايين زعلانين من الجواز. جوازهم زعلانين إزاي إن أبوهم ساحر. هل الكلام ده يعقل؟ هل الكلام ده الناس تقبله؟ احنا بلد متقدمة. في بلد متقدمة ما ينفعش الكلام ده. المغرب وصلت لرابع كاس عالم واحنا قاعدين نتكلم في السحر. هل الكلام ده ينفع؟ الاهلي بياخد بطولة افريقيا. على كده الوداد بقى يجي يتكلم الاهلي معمول له سحر. الكلام ده ينفع؟ هل الكلام ده ينفع؟ وانا مش هتكلم اكتر من كده. اغيثوا أسرة رجب بحة. اغيثوا أسرة رجب بحة من فضل المسؤولين عشان الكلام ده ما ينفعش تشهر ببيوت الناس. لان احنا الناس لنا عادات وتقاليد وعائلته مش عائلة صغيرة. عائلته عائلة كبيرة. ما احنا في بلد عادات وتقاليد. اتمنى ان الكلام ده يسمعه الناس واتمنى انه ما نظلمش حد.
أعزائي متابعي موقع صدى البلد في كل مكان هنا من خلال البث المباشر من قرية منيا الحيط التابعة لمركز إدسا محافظة الفيوم. هذه القرية العريقة التي انطلقت من خلالها إشاعة للمستشار مرتضى منصور لاتهامه لعم رجب بحة. عم رجب بحة أقاربه وجيرانه وجميع قيادات القرية أجمعوا أن عم رجب ده راجل ليس له في كرة القدم، راجل كبير، راجل مسن بيصلي، عنده أولاد متزوجين، راجل بيأكل لقمة عيشه بإيديه، ما يعرفش حاجة، راجل بسيط جدا، راجل ليس له أي علاقة بأي أصحار ولا يعرف السحر ولا القرية أيضا تعرف السحر. هنا من خلال تواجدنا في أحد الكافيهات هنا بالنسبة لقرية منيا الحيط كنا معكم، استمعنا إلى آراء أقاربه وجيرانه الذين أعلنوا عن غضبهم واستياءهم مما حدث من هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد شيء اسمه سحر في منيا الحيط. ناس هنا متدينين، رياضيين، قيادات القرية متخرج منها مستشارين وضباط وأطباء ووكلاء نيابة وشباب زي الفل ودخلوا دور ممتاز. شكرا لكم أعزائي متابعي موقع صدى البلد في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.